بين الدولة الليبية والمملكة الغربية الشقيقة قام الأستاذ سامي بلفي وبالوقوف الشخصية لفخامة الرئيس الرئيس الرئاسي الدكتور محمد بن زايد زيارة رسمية إلى المملكة العربية الشقيقة وتسليم رسالة خطية من فخامة الرئيس إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. وتأتي هذه الزيارة كما ذكرت في سياق ورطاب العلاقات المتميزة ودائما الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالة الملك محمد السادس لدعم المسألة الليبية ابتداء من الصخيرات ومرورا بوزنيقة وصولا إلى طنجة ثم بوزنيقة مرة أخرى. وما قدمه ومقدمته المملكة المغربية الشقيقة والدبلوماسية المغربية لرئاسة العالي وزير الخارجية الأستاذ نصر الدين من دعم لوجستي وأيضا يعني دعم معنوي للوصول لكل التفاهمات والاتفاقات التي تمت بين البلدين. ويعتبر حقيقة الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات هو أحد الروابط المهمة للعملية السياسية الليبية. وأيضا الزيارة تأتي في إطار دعم وتعزيز الاتحاد المغربي العربي كإطار للدول المغربية الانطلاق كإطار للدول المغربية لتحقيق طموحات الشعوب المغربية في التنمية والاستقرار والرفاهية. وتأكيد فخامة الرئيس محمد النفي على دور المغرب كدولة فاعلة ومؤثرة في الاتحاد المغربي العربي وأيضا ليبيا للوصول بهذا الكيان السياسي إلى طموحات وأمال الشعوب المغربية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.